مبروك ابني. راهول؟ وين ابو رفا؟ شو بدك من بورفا لسه؟ وشو عم تعمل هون؟ بانكوري بترجاكي، أنا بدي أحكي مع بورفا، لازم شوفها. لهالدرجة أنت واثق إنه تلاقيه عم تستناك؟ قاعدة عم تندب على غيابك؟ بعد كل شي عملته يا تافه؟ أختي تزوجت يا أستاذ. كيف؟ تزوجت؟ إيه، تزوجت الدكتور فيدانت تريباتي وأتركتها ورحت. كيف؟ نحن عملنا عرسنا ببيته لهذا الزلمة. شبك؟ ما كنت بتعرف؟ خلص اهدى شوي إذا بتريد، تعال خلينا نحكي. ليش متفاجئ هيك راهول؟ كنت متوقع اختي تضل ناطرتك لترجع؟ كنت مفكر انك رح تلاقيها على الباب مو مصدقه امتى تشوفك؟ بورفا قررت تكفي حياتها من جديد باللحظه اللي تركتها فيها. بس انا كثير حبيتها ولساتني بحبها لحد هلا. بتحبها؟ هي تزوجت وانت لسه عم تقول بتحبها؟ ما فيني اتخلى عن حبي إلها، بس لمجرد انها تزوجت بعد ما خزلتها ورحت. راهول، بدك تكون مع اختي عن جد؟ لشو ساكت؟ بدك اختي ترجع لك ايه او لا؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.